إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدرس العاشر: عاقبة الطمع. بينما كانت نملة تسير إلى بيتها، عثرت طريقها قطرة عسل، وكانت النملة لا تعرف العسل. اقتربت النملة من القطرة بحذر شديد وتذوقتها، فوجدت طعمها حلوا لذيذا. تناولت النملة الرشفة الثانية والثالثة وتركت القطعة، واستمرت في سيرها إلى البيت قبل أن يحل الظلام، لكن لم تنسى حلاوة العسل، فعادت إلى القطرة ودخلت في وسطها وراحت تعلق بالعسل بشراهة. وبعد أن شبعت أرادت الخروج منها، فلم تقدر على ذلك وماتت في القطرة نتيجة طمعها. نجيب شفويا: إلى أين كانت النملة تسير؟ تسير النملة إلى بيتها. ماذا اعترض طريق النملة؟ اعترض طريقها قطرة عسل. ماذا فعلت النملة عندما وجدت قطرة العسل؟ اقتربت النملة من القطرة بحذر شديد وتذوقتها، ووجدت طعمها حلوا لذيذا. كيف كانت النملة تعلق بالعسل؟ وراحت تعلق بالعسل بشراهة. وبعد أن شبعت أرادت الخروج منها. لماذا كان مصير النملة؟ ولماذا؟ وماتت النملة في القطرة نتيجة طمعها.